لأن علينا دائما أن نعتدي بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا، وأن تداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة. ولعل ما شاهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق وفقدانا في الأرواح، وما شاهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، يعد نذيرا مؤلما لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا ما لم نتحرك سريعا وبشكل متسق لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه الى الدول النامية.